نوصل حق لهذا هو القانون، لأن أي مجلس سواء كان مجلس جماعي محلي أو مجلس إقليمي أو مجلس جهوي فهو مطالب السنة الأولى بإعداد برنامج عمل. هذا برنامج عمل يبدأ مع 2015 وقبله سنة 2009 كان سميته المخطط الجماعي للتنمية. وبالمناسبة هذا المخطط الجماعي للتنمية راه كان في القانون منذ سنة 1976 مع ضياء 76 اللي كتعتبر المغرب هذا تطور في المجال ديال التنمية المحلية. ولكن عمليا علاش كنقول لك جاي العمل الأساسي في الأمر؟ عمليا ما كانش الجماعات كيديروا المخططات، كيديروا المخطط كيجيب كي فلان بصباط يكون مزيد بالدم وكاين عشوائية بصراحة. بل في إطار المتابعة للمجالس على الحسابات والمراقبة كيشوفوا هاد البرامج هاد المخطط الجماعي كتنمية أفضل الجماعات اللي ما كناش جل الجماعات ولا اللي ما كيديروش هاد المخططات الجماعية. بالتالي كيفاش أنه مخطط جماعي مشار إليه القانون وما كيطبقش عمليا؟ لذلك صار تعديل في الميثاق 2002 كيقول لك ولا في 2009 انه خص يكون هذا برنامج عمل لزوما ان يصدر لزوما في شكل وثيقه. عاد ولاو جماعات مزيرين لانه ولا فيه الالزام القانوني باش ممكن يدير هذا برنامج العمل. ديك الساعه بدا ما يسمى هو المخطط الجماعي والان تطور في طرف اللغه كما عرفت لطفيف جدا اللي هو تسمى برنامج عمل التنميه. وهذا برنامج عمل التنميه هنا اللي غنقول لك واش عندهم يجب توجهات لان هناك ارادات اراده لوائح واراده المرشحين واراده الاحزاب السياسيه مختلفه كيلتقيو من اجل اعداد برنامج عمل. غنجيو جنب التطبيق العملي. اصلا الوثائق المرجعيه المنظمه الصادره عن وزاره الداخليه غير محترمه وغير مطبقه اللي فيها ان اغلب الجماعات اللي هي كانت دون العدد ما عندهاش 35000 نسمة ملزمة لعمل إعداد برامج عمل غادي التغطية الشاملة ديال المسح الكلي سيكون عندها مسح كلي للجماعة التربية ديالها. معناها أغلب جماعات في المغرب يعني أكثر من هذا العدد معناها خاصها تعرف جميع التفاصيل عندها التشخيص دقيق ثم ملي كنقولوا التشخيص على الأساس ديالها ممكن توضع تصورات واضحة. بحال الإنسان كيمشي للطبيب بغيت عمليه تشخيص ما يمكنش نعرف الا ما كاينش عارف الطبيب شنو عندك غيعطيك الدواء. قد يكون عندك القلب نتاع الدواء ديال الكلاوي ولا يكون عندك واحد النوع ديال خاص التشخيص. واحيانا تخص تحتاج لرايه تحتاج تحليل ديال الدواء تحتاج كذا وتحتاج كذا فالحرام نصب مش عارف شنو خاص. القانون الثانيه ثالثه تتم هذه الفئتان. حاجه اخرى كما تنقولوا قال طرف المسؤولين ديال الحزب على انه الحساب الاخرى تنهال برامجها تنهالهم من برنامج ديال الاتحاد الاشتراكي. الفرق اللي بيناتنا هو انه هنا ملي تنحطوا واحد البرنامج تلتزموا ما تنحطوش شي حاجه اللي تنجلبوا بها النخيل الله يعاون ويعاون. الا تنحطوا شي حاجه تنحطوها بناء على بحال اللي قلت لكم حنا زدنا من المعارضه زدنا من الانصار زدنا من التسيير وتنعرفوا ملي تنحطوا واحد البرنامج تنعرفوا علاش تنهضروا وتنطبقوا. هذا هو الفرق بيننا وبين الاخرين. هو هذا القيم والمبادئ ديال الحزب الدرجه الاولى. ثانيا المقتضيات الجديده اللي جا بها النموذج التنموي الجديد. بطبيعة الحال القانون والقرار التنظيمي اللي كينظم الجماعات الترابية حيث اللي كنكون نتكلموا مثلا على القطاع ديال الصحة. القطاع ديال الصحة اش كيعطي فيه اش كيعطي فيه القرار التنظيمي؟ كيعطي وقاية ديجيال البيرو ديجيال ما كيعطيهاش المستشفيات وهذا الشيء اللي تقوم ديال اختصاصات الوزارة. ولكن كيمكن للجماعة تلعب واحد الدور عن طريق الملتمسات كيمكن لها تكاتف الجهات المختصة والطالب سواء كجماعة في إطار الدورات ديالها سواء البرلماني كيمكن ليه هذا في إطار الجهة باش يمكن بطبيعة الحال يا إما كي
يا اما كيديروا اتفاقيه مع الشرع مع الجامعه، الساعه الجامعه كتولي كيحولوا ليها الفلوس وكيحولوا ليها المشروع وكيطلعت هي تنجز مستوصفات ديال سبونسر. لكن المستشفى كبير هذاك من اختصاص الوزاره، وراه الان هذاك اللي كيتبناه وقف مع الاسف فهو الوزاره اللي كاتبها. اذا حنا المرتكزات القانون الجانبي العمل اللي كيطبق على الجامعه الدكتورانيه. كاين المقتضيات ديال التنميه المستدامه واللي هي متعارف عليها دوليا واللي جات في المؤتمر ديال جوهر الصقور ديال 1998 واللي كتعتبر على ان التنميه المستدامه كترتكز على التنميه الاقتصاديه على التنميه الاجتماعيه على المحافظه على البيئه. واي مشاريع ما كتراعيش هذه الثلاثه، ما كتراعيش الجانب الاقتصادي، ما كتراعيش الجانب الاجتماعي، ما كتراعيش الجانب البيئي، فهي لا تعتبر ضمن هذه المنظومه ديال التنميه المستدامه. واكثر من ذلك زدنا عليها حنا زياده على هذا زدنا عليها الحكامه، يعني اذا ما كانتش الحكامه هذو الثلاثه ما يمكنلهمش عمرهم يتنفذوا. وغادي نشوفوا التطبيقات ديال هذا الشيء في البرنامج. فبطبيعه الحال من المرتكزات اخر حاجه هو التشخيص. كتعرفوا على انه كاينه بعض الامور اللي كنعتبروها احنا ايجابيه ولكن كتكون ايجابيه وسلبيه. مثلا الواد، الواد جميل عنده منظر ممتاز كذا كذا، ولكن راه هو الحدود ديال القنيطره كيحب القنيطره. الواد جميل ولكن راه كيجي التلوث من فاس، يعني المعالجه ديالو خصها امكانيات ضخمه. الغابه مزيانه وعندها منافع ولكن راه كتحد من المدينه ما يمكنهاش توسع الى غير ذلك. فحنايا هذا التشخيص عملناه ومطابق الحال استشرنا مع واحد العدد ديال الناس حريفيه صناعه كل واحد في المجال ديالو في كيلو ديسونتاج وشفنا معاهم باش يمكننا ندير واحد البرنامج اللي هو مطابق للحاجيات ديال السكان ديال مدينه القنيطره. هذو المرتكزات اذا فيهم القيم والمبادئ الحزب، المقتضيات ديال النموذج التنموي، المقتضيات ديال التنميه المستدامه، الحكمه الجيده والتشخيص. اش هي الاهداف من هذا الشيء؟ شنو هو الهدف؟ شنو بغينا نديرو؟ شنو بغينا نحققو؟ الهدف هو حل المشاكل العالقه وما اقدروا في مدينه القنيطره. هي المشاكل العالقه اللي عندنا كوميس واحد غادي نضطروا نحاولوا فلوس نحيدوا بعض المشاريع ضد المشاكل العالقه من المسائل المسائل. الخطا عن مظاهر المشينه التي تسيء الى سمعه الانسان والى المظاهر والى المدينه كذلك، حنا ما نعرفوش شنو هي المظاهر المشينه. ثم الى العنايه اللازمه للعمل الاجتماعي خاصه ما يتعلق بالشغل، خاصه ما يتعلق بالشغل. ثم رد الاعتبار لمدينه القنيطره، رد الاعتبار لمدينه القنيطره لان بزاف ديال القنيطريين كينسحوا الاهات ديالهم. الجماعه ما خصها فيه حتى ريال، راه كيخص غير المسؤول يعرف كيفاش يستعمل الصلاحيات اللي خدموا ليه القانون وشكرا. شي مشكله باش تدخل المراجع ديالك، خط كان المراجع عندنا يكون هذا المراجع كان في اطار واحد التشاور مع اللي كان في ديك الساعه في البلديه. وحنا هذا الشيء اللي قلت كله داخل في اطار وهذا الشيء في التربيه ديال الاتحاد الاشتراكي، لان الاتحاد الاشتراكي وتبنى الاتحاد الوطني القوى الشعبيه شكون اللي كانوا تينتميو؟ تينتميو الناس ديال الطفوله الشعبيه والناس ديال الرماد وديال الجمعيات، وان الجمعيات ماشي بالمفهوم ديال الجمعيات هذو ديال سيرفين الانتخاب، جمعيات اللي كانوا تاثروا المجتمع، تاثروا النور الجامع. فاحنا طبعا الايدي ديالنا ممدوده لهذا التصور اللي قلت. هذا اللي كاين حويجات اللي كنفكروا فيهم وما قمناهمش برنامج حتى يمكننا نقدروا نطبعوهم ونطبقوهم عاد نهضروا عليهم. ونقول لك مثلا لي تونيل، دابا ملي كتوصل لذاك الرون بوان ديال لافوا، راه واحد الوقت راه غادي تحمر، مع انه الحل هو واحد
ولكن هذوك المرات اللي غادي نمشيو ندافعوا عليهم في الجهه ندافعوا عليهم الوطنيين باش نديروهم، لان هذو هما اللي غادي يفيدوا هذا الاختناق اللي كاين في المدينه. نثقوا في قدراتكم ونثقوا فيكم باش انكم تنقلوا هذا الصوت الحقيقي للمواطنين والمواطنين باش انها تكون التصويت كثافه على اللائحه ديال اتحاد الشباب القوات الشعبيه وعلى المناضلين والمناضلات اللي في اللوائح الاتحاديه. وتحيه لكم وشكرا.